حبيبتي انا لو كنت قلت لك من الاول انت ما كنتيش هتتعاملي معاه بعفويه، وكنت هتفكري بقى ازاي اقابله كويس وبكره اتنك عليه وشغلانه كده، انا ما كنتش حبيبها. في نفس الوقت لو كنت قلت له كده هيقول لي طب ليه اسمك انت مش قايل لها، فاهم حاجه؟ فانا قلت اسيبها تيجي بالظروف وخلاص. والله انا شايفه ان كل ده اوفر، ما كانش الموضوع مستاهل كل اللفه دي. معلش بقى هي جت معايا كده خلاص، والله دماغي جابتني لكده. ماشي كويس، خليه يشتغل، انا هلففهولك حوالين نفسه كده عشان ما يبقاش فضيله تخرجك مع الناس اللي زي اشكال ندى دي. الله، ده انت بتغير عليا بقى. لا طبعا انا ما بغيرش، بس انا ما بحبش حد يضحك عليا. لو عرفت انك بتخرج مع واحده من ورايا والله ما هتلاقيني. بتعرف انت كلامك ده بيضحكني، والله العظيم بيضحكني. ليه يا بنتي حد يبقى متجوز اسمك نجدي ويبص لبره؟ ده يبقى مختل عقليا. اهو كلام. طب انا هقول لك على حاجه اول مره اقولها لك، بس ما تتعامليش مع الكلام ده غلط. انا اول مره شفتك فيها كانت فكره ان انا اكلمك اصلا حلم، كون اتجوزك بقى ده ولا كان عمره يجي في دماغي، يعني ما كنتش اتخيله اصلا. فلما اتجوزك انت تشك ان انا ممكن اخونك؟ طب ازاي يعني؟ ينفع؟ هنشوف. معشان خاطر اطلب منك طلب. وحياتي عامليه كويس. والله العظيم كريم ده زي اخويا بالظبط. ممكن؟ افكر. مستغربه ان هو قالك يومين ويخلص؟ ايوه طبعا الموضوع ياخد اكتر من كده بكتير. مش عايز افاجئك واقول لك ان يومين ده هو كده بطيء. الطبيعي بتاع كريم ان هو بينجز اي حوار في 24 ساعه. يا بنتي احنا كنا مسمينه ملبوس. مش للدرجات دي يعني. والله العظيم يا بنتي اشطر مني ومنك 100 مره مثلا. شكله ملبوس فعلا، ده بيتكلم. طب شوفي كده عايز ايه. الو ايوه كريم. اسال. خلصت ايه؟ انت قلت عايز يومين وفات 6 ساعات بس. طيب خلاص انا هاجي بدري بكره نص ساعه عشان نقعد مع بعض. طيب اوكي، وانت من اهل. بيقول خلص. شو قلت لك؟ بقول لك ايه؟ ما سيبك من الشغل شويه بقى، انا عايز اتكلم معاك في موضوع. ايه؟ انا بقول بقى يلا نخلف. ممكن؟ انت ايه اللي طلعها في دماغك فجأة؟ مش انت اللي كنت بتقول نأجل سنتين؟ انا قلت كده فعلا. انا قلت كده عشان حالتي المادية ما كانتش مستقرة. ما كنتش عارف موضوع مكتبي هيمشي ازاي. دلوقتي الاتفاقات اللي انا بعملها مع الشركة الصينية هتخلي حالتي المادية كويسة جدا. فأنا بقول إن احنا نتكل على الله بقى. مش عارفة. خليني أفكر في الموضوع ده. تفكري؟ غريبة دي. ده انت كنت متحمسة للموضوع أكتر مني. ايوه طبعا ولسه متحمسه، بس تعالى ناجل الموضوع ده شهر او شهرين، اصل انا عندي شغل كتير جدا الفتره الجايه. ماشي ولا يهمك. هات لي فوطه من عندك يا كريم. كريم، كريم مين يا حبيبتي؟ وانا قلت كريم؟ يخرب بيته واكل لي دماغي من الصبح. ده واضح ان هو لسه واكل دماغك لحد دلوقتي. امسكي. والله يا استاذ شريف انا مش عارف اعمل معاك ايه بصراحه. لا انا مقدم لك لحد دلوقتي 4 تصورات مفيش حاجه عاجباك، فمش عارف اعمل ايه. لا ما اقصدش ان انا مبقاش عندي يعني. طيب ماشي، اديني لحد بكره بالليل زي دلوقتي كده وهرجع لك بتصور. ماشي ماشي، مع السلامه. بعدين بقى في من المجنونة ده. يا كيمو عامل ايه يا حبيبي؟ انت في البيت؟ طب اقول لك ايه، هتجيلي اجيلك. عايزك. لا 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 حوار شغل. طيب يا حبيبي مستنيك. ماشي متتأخرش، مع السلامة. ليه زيد؟ يعني انا جاي اقعد في الليفنج براحتي، جايب لي كريم؟ هو مقرر عليا صبح وليل؟ معلش يا حبيبتي عايزه في حوار شغل والله. على فكره انا مديرته، خد بالك من الموضوع ده. لا ما انا واخد بالي، بس انت عارفه كويس قوي ان وضع كريم ده وضع مؤقت، وان مش ده مكانه الطبيعي. كريم اقوى مني ومنك. ماشي بس على الاقل ابقى خد رايي. ايه ده؟ ده جه بسرعه قوي. حبيبتي ساكن في العماره اللي جنبنا عادي يعني. طب انا هسيبكم بقى تقعدوا براحتكم، هخش جوه. ماشي. جاي اهو.
أنا ابتديت أحس إحساس غريب وعايزة أشارككم اللي أنا حاسة. فاكر لما انت كنت عايز تظبط البيت وقعدت في الشارع؟ ما تفكرنيش ما تفكرنيش. فاكر لما هو دخل عليك؟ يا نهار اسود على اليوم ده، يا نهار اسود. ده كان يوم ده. قول للبيل اللي عندك انه لو اتاخر بكره في الشغل هزعله، ما يرجعش بقى يقول اصل انا صاحب زياد، انا ما عنديش هزار في الشغل. هو دخل فتح الباب على الفجأة اهو. كان ايه؟ بس انت بعد كده في الاوضه تاني. يا بص، جوزك حبيبتي ومش راضي يروحني وبيشربني حشيش كمان. لو انت غلبان قوي انت الضحيه مش كده؟ بقولك ايه، لو سمحت وطوا صوتكوا عشان عايزه انام. اللي انا حاساه ده مخوفني، حاسه اني ابتديت اتعلق براجل غير جوزي، وانا ما اقبلش بكده. لازم اوقف الاحساس ده، صح؟ أنا بسأل مين؟ طبعاً ده غلط ولازم أوقف الكلام ده. صباح الخير. صباح النور، حضرتك متأخرة باين؟ لا أنت اللي جاي بدري، في حاجة معينة عايز تثبتها عشان كده جاي بدري؟ أنا مش محتاج أثبت حاجة، أنا شاطر وملتزم بطبعي. شاطر وملتزم، أوكي. طيب يا شاطر تعالي لي على المكتب كمان نص ساعة عشان عايزك. طب وليه كمان نص ساعة؟ طب ما أنا ممكن أجي دلوقتي، أنا خلاص يعني شيل وخلصت. تحمس الأوفر تايم. يا شاطر دي بقى، استني كده. ها؟ يا شاطر دي؟ رمضان لو سمحت هات لي النسكافيه بتاعي. تشرب حاجة؟ ممكن قهوة مظبوط. وواحد قهوة مظبوط لأستاذ كريم. اه هو عندي في المكتب. شكرا. طب ايه؟ يلا نبدأ؟ لا لا لا، استنى عليا لما فوق اشرب النسكافيه بتاعي. أنا قلت لك استنى نص ساعة، أنت اللي أصريت تيجي. أنت من الناس بقى اللي لازم تشرب قهوتها على الصبح عشان تعرف تتعامل مع البشر؟ اه أنا كده جدا. وبتقعدي بقى ايه تصوري النسكافيه بتاعك بالفوم صح؟ لا طبعا على انستجرام وانا عارف انا، وتحطي الايموجي الساشاين وتقولي جود مورنينج. لا طبعا انا مش بعمل حركات. لا 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 بتعملي كده، هو اصلا نسكافيه مر وعايزه تبين للناس ان الحياه جميله صح؟ ايه الغلسه دي؟ يعني بصراحه ممكن اعمل كده يعني مره او مرتين بالكثير. اه ماشي، انا هرشك، انا هرشك مش فارقه معايا على فكره. اخبارنا ده ايه صحيح؟ ندى مين؟ اه ندى قشطه، الحياه لطيفه. هي ظريفه على فكره. اه ظريفه جدا، بس عارفه كده داخله جد قوي يعني، عارفه الناس اللي عايزه تتجوز وخلاص. اه عارفاهم، ما انا اتجوزت كده. اوه سوري مش قصدي. لا لا ما تفهمش غلط، انا طبعا بحب زياد. بس انت اصلا عارف احنا اتجوزنا ازاي؟ لا بصراحه هو عمره ما قال. صاحبك ده اصله غريب قوي، فضلنا قاعدين في وش بعض في الشركه سنتين، كل يوم نشوف بعض بس مفيش اي حاجه بينا، ولا قال لي اي حاجه ولا قال لي انه بيحبني، مفيش اي حاجه من الكلام ده. وبعدين فجاه لقيته داخل عليا وبيقول لي انا عايزه اتجوزك. انا ساعتها كمان كنت عايزه اتجوز ولقيته راجل محترم وكويس، فقلت ليه لا، فوافقت في نفس القعده. ده بجد؟ يعني مفيش بقى حب بقى وشحتفه واو ولا سسبنس ولا اي حاجه خالص؟ لا طبعا في سسبنس، بس السسبنس بقى كان بعد الجواز، لان احنا بقى كنا كل واحد عايز يشوف اللي اتجوزه ده هيطلع ايه. واو انا عمري ممكن اعمل كده، مستحيل.
يعني انا لازم على الاقل ابقى عارف الشخص اللي قدامي كويس واكون بحبها ونقعد مع بعض فتره وبعد كده افكر في الجواز. عندك حق، بس برضه هما بيقولوا ان الحب بيجي بعد الجواز. ده اكيد اكيد، يعني انا ستي وجدي اتجوزوا كده وبيحبوا بعض دلوقتي، يعني بقالهم سنين. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ حلوه قوي، برافو عليك. اصلا من اول الشتاء وانا نفسي جدا في شوربه عدس. اي خدمه. بقول لك ايه، كريم كان كلمني من شويه لو حابين نروح السينما، وهيجيب اسمها ايه صاحبته دي؟ ندى. اه بالظبط كده. مش قادره خالص، اصلا رحت المكتب النهارده ساعتين وكل الميتنجز كانت بره، بلاش انا النهارده. طب هقول لك على حاجه، احنا ممكن نكلمهم وهم ييجوا ونتفرج على فيلم سوا ونجيب عشاء وكده. لا لا فكك بقى يا حبيبتي، عشان انا قلت لهم بس اوكي على السينما. هو انت ليه زياد بتاخد قرارات في كل حاجه من غير ما تسالني؟ يعني افرض انا ماليش مزاج مثلا. لا والله مش قصدي خالص، بس انا عارف انت بتحب السينما فعشان كده قلت له اوكي. ايوه، مش معنى ان انا بحب خروجه السينما ان انا عندي استعداد اروحها كل يوم. هو ايه القفش اللي ملوش لازمه ده؟ مش قفش ولا حاجه، انا ما بحبش طريقه فرض الحاجات عليا كده. يعني انا مطلوب مني دلوقتي اخش البس وانزل من غير ما يكون ليا اي راي في الموضوع. على العموم خليهم يجوا، اهلا وسهلا. ازيك؟ ازيك يا كريم؟ امال فين ندى؟ متخلفة، غيرت رأيها في اخر لحظة. طب اتفضل ادخل. امال فين زياد؟ بيصلي العشاء. ده بجد؟ ده اللي يجيب له معايا بيرة. هو زياد كده، كل حاجة وعكسها. طب احكي لي عملتي ايه في الميتنج بتاع النهارده؟ قصص طويله قوي، احكي لك عليها بكره ان شاء الله. تكيمو زيزو عامل ايه؟ وحشني. وانت كمان حبيبي. خش اقعد، خش خش خش. حرما يا شيخنا. جمعا. بصلي يا ابني ولا لا؟ يعني انت خطيف كده يعني، بس ان شاء الله هظبط هظبط. يا ابني الصلاة دي أهم حاجة. أنت بتصلي وبعد تجيب بيرة؟ والله مش أحسن من اللي ما بيصليش خالص. طيب بما إنها بقى قعدة رجالة كده هخش أنام أنا. صباح الخير. أنت من أهلا يا حبيبتي. شكلك أحرجتها يا معلم. مش هي اللي اتكلمت في البيرة. رخامة برخامة بقى. سيبك منها، تعالى نلعب بلاي ستيشن. ماشي يا عم الغد، معاك فتاحة ولا هتقعد تفتحهم ببقك بقى والجو القديم ده؟ ببقي، يلا. أنا لسه قدامي شوية على فكرة. على إيه؟ مش هتيجي معايا ولا إيه؟ انا طلبت اوبر. اشمعنى؟ عشان مش عايزه اتضايق ولا اعصب نفسي على الصبح. انت قلبه وشك من امبارح ليه؟ عشان عيب قوي تتكلم في حاجات خاصه قدام صاحبك. ليه تقول قدامه ان انا ما بصليش؟ طب ايه المشكله؟ طب ما انت اتريقت عليا انا كمان واتكلمت على البيره. ايوه بس هو صاحبك، يعني عارف ان انت بتشرب بيره، لكن هو ماله هو يعرف انا بصلي ولا ما بصليش؟ انت مش شايفه ان انت مكبره الموضوع؟ لا هو الموضوع كبير، وكويس قوي ان انا ما ردتش عليك قدامه. عيب اول لما اكون بكلمك وتمشي وتسيبيني. انتي خلصتي مروحة ولا ايه؟ اه خلاص الساعة 5:30. انت لسه وراك حاجة هتعملها؟ لا انا خلصت. تروحي ازاي؟ بأوبر. حد يطلب اوبر وكريم موجود؟ ينفع كده؟ خلاص اصلا الراجل وصل. انا مفيش الكلام ده، يتلغي وقتي. حرام عليك، الراجل جه. بعدين جوزك هيطمن اكتر وانتي معايا، ولا تحبي نكلمه ونسأله؟ لا خلاص طيب هلغيه. اللي مش هيجي عيد ميلاد مراتي هيترفض. هو انا قلت لكم اللي مش هيجي عيد ميلاد مراتي هيترفض؟ خلاص 11 ونص. اسكت، ما تسيح عشان مش هقول لكل الناس. ما تنساش تجيب صاحبتك معاك. باي. طيب سهريه هجيب حاجتي بقى. لا 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 لا.
يلا بينا. امسك بقى البربونه دي. لا 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 والله يا استاذ بس قادر حبيبي امسك قادر. عشان خاطري كل عشان خاطري انا موصي على الاكله دي من اول امبارح وقلت له ما يكلمنيش الا لما يجي له الاكل طازه. يعني الليله دي كلها انا عاملها عشانك عيب كل. عشان خاطرك بس يا زياد بس والله انا مش قادر. نعم كله انت ساكت يا حبيبتي ما بتاكليش كده. لا خلاص انا شبعت بطني على اخرها. شغل الفرافير ده ده لسه في كابوريا. كابوريا؟ لا مع نفسكم بقى. خشوا البيت. مش ممكن يا زياد تعمل زي خالتي والله العظيم. بطني ايه ده ايه ده ايه ده مش قادر. قلت لك بطل تفاصيل. بطني بتوجعني قوي. طب اشرب شويه شاي. لا 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 انا هدخل الحمام ارجع. ده اخرت بقى ايه زلط السمك بشوكه. مش ممكن. انا شاك انه بيحب الاكل اكتر مني انا شخصيا. لا ده اكيد. انت هتقولي لي انه بيحب الاكل اكتر من اي حاجه في حياتي. حلوه اللمه دي عليكي. لمه ايه؟ لمه شعرك. وشك حلو فلما بتلمي شعرك بيبان اكتر. ميرسي. ايه؟ مفيش بس بصراحه اول ما جيت مصر كنت متخيل ان هبقى لوحدي. يعني بما ان امي وابويا عايشين في ابو ظبي واخويا الله يرحمه تقريبا ماليش حد هنا. بس بصراحه انت وزياد يعني محسسني ان عندي عيله. ايوه طبعا احنا اخواتك. بعدين سبحان الله على موضوع الشغل ده. ترتيب غريب بس حلو. انتوا اتصالحتوا؟ احنا ما كناش متخانقين. انا كنت زعلانه شويه وخلاص بعدين هو كلمني صالحني. عامة يعني محدش يقدر على زعلك يعني. ايه يا حبيبتي يلا؟ ايه رأيك؟ شعري حلو؟ زي القمر حبيبتي يلا بينا بقى. انت ايه اللي انت لابسه ده؟ مين ماله لبسي؟ يعني ما لقيتش غير البلوفر المدبر القديم ده تلبسه؟ معلش يا حبيبتي هو قديم بس انا بحبه شكله عاجبني. وبعدين هناك المكان ضلمه محدش شايف حاجه. ممكن يلا بقى عشان ندى وكريم مستنينا تحت واحنا كده متاخرين. طب نضف جزمتك. ماشي في العربيه يلا. هو احنا هنروح كلنا بعربيه واحده؟ فيها مشكله عندك؟ لا مفيش مشكله يعني بس انا ندى دي مش حباها خالص. حبيبتي وانت ما بتحبيش حد خالص؟ طب انت تعرفيها منين عشان تحبيها ولا ما تحبهاش؟ انت شفتيها مره واحده في حياتك. وبعدين كريم نفسه انت ما كنتيش بتحبيه ولما اتعاملت معاه قلت عليه حد لطيف وكويس وبتاع. يلا بقى يا ماما بقى خلصينا بقى. انا كنت بقول رايي يعني. طب يلا. بقول لك ايه؟ هو انت رجعتي من الشغل ازاي النهارده؟ مع كريم. مع كريم؟ ما قلتليش ليه؟ ما قلتلكش امتى؟ قبله ولا بعد؟ قبل او بعد او اي حاجه. انت ايه اللي فكرك؟ لا عادي بس اوبر ما بعتليش مسج زي كل مره فاستغربت فقلت اسالك. وانت اللي ضايقك اني ما قلتلكش ولا ان انا رجعت مع كريم؟ بص يا حبيبتي كريم زي اخويا وانا ما عنديش مشاكل معاه. بس الناس مش هتفهم كده تمام؟ يلا يا ماما خلصي. معهم جوه. هاي معلش اتأخر يا جماعه عادي. انا اسف ايه يا زيزو مبروك ازيك يا الحلاوه دي. بقول لك ايه انا جايب لكم ازازه من الديوتي فري اللي انت بتحبها. زينب اقعدي لي مع كريم واسمك بقى وخلصي لي الموضوع ده ظبطه لي عشان خاطر محمود الالفي روش لي دماغي وعمال يرغي. يعني وقت الكلام ده دلوقتي خليني نفصل بقى شويه. افصلي يا اختي افصلي حبيبي يا مستر صادق. زف كيمو اسمك قمر اتفضلي.
حبيبي وحشني وحشنا زول. الله يعمرك. وحشنا يا الله. ندى الو صادق مديري رنوش مراتي عارفينها ولا ايه؟ كرسانتي طيبه. اهلا ازيك. قول لي بقى الراجل ده عامل معاك ايه؟ الراجل ده فرود يا معلم. اقول لك حاجه؟ لولا اسمك مراتك انا كنت نطرتها وحطيته مكانها. يا باشا خدها. ايه ده؟ انا سمعته ده؟ انا سمعته صح؟ لا لا خالص يا حبيبي. لا انا سمعته صح. والله يا حبيبتي والله يا حبيبتي. انا بحب اكتر من اسمك مراتك. يا عم يا ربنا يحبكم في بعض بقى. يلا تعالى. شايف كريم لابس ايه وانت لابس بلوفر بقاله عندك 20 سنة؟ لابس ايه يعني؟ لبس عادي جدا على فكرة. انت اللي بتحب تضايقني، انت بتعمل كده عند فيا. ايه يا زوز؟ في ايه؟ احنا جايين نرقص ولا نرقص؟ يلا بص. يلا قوم بص. هجيلكوا هجيلكوا. حبيبي وحشني. فين فين؟ ايه؟ ترقصي معانا اولا انا ما سالتش عن كل حد، انا بسالك عنك انت. اكيد. وانت انت مش بتقول كل واحد عنده حاجه مخبيها؟ بقى اكيد انا كمان عندي حاجات مخبيها. حلو ده. بس فعلا الشرب بيخلي الواحد عايز يتكلم. طب ما تتكلمي. انا ما بحبش زين. انتوا واقفين كده ليه زي خالي مات؟ لا ابدا، كانت ندى بس راحت تسلم على ناس صحابها فقاعد مستنيها. طب يلا نقوم ناكل عشان جعان. جعان تاني؟ انا ما بحبش اكل وانا بشرب. لا انت شربت كتير اصلا، كفايه كده. في ايه؟ وانا عمري قلت لك انت بتشرب قد ايه؟ انت بتتكلمي معايا كده ليه اصلا؟ انا بتكلم عادي، انت كل حاجه بقيت متوتر منها كده. اشرب. انت عمال تشرب من الصبح. اشرب براحتك. مالك كريم؟ كريم في ايه؟ مالك زياد؟ في ايه؟
طيب ايه ايه الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبي. خد قهوة ولا حاجة أو ينسون. يا اسمك اعملي له ينسون ولا حاجة كده. صباح على خير. زياد لو سمحت قلت لك 100 مرة ما تشربش سجاير في الأوضة اللي بننام فيها. معلش يا حبيبتي مش هموت من مرة. طب معلش اطفيها. لا انا مش هطفيها. بقولك ايه خفي من الطريقه اللي بتتكلمي بيها دي عشان مش عجباني. طريقه ايه؟ بتتكلمي بطريقه اجريسيف وبكلمك وبتكلميني وانت مش بصالي، ده غير كمان انت بتزق ايدي وانا بكلمك وبتتريق على لبسي كمان. في ايه مالك؟ وانت تطلع الكاسين اللي شربتهم عليا؟ وانت شايفاني متطوح قدامك؟ لا بس كنت بتتطوح هناك ورجعت في وسط الناس وخليت شكلنا زي الزفت. وايه المشكله لما ارجع يعني؟ معدتي تعبت شويه عادي يعني. لما انت معدتك حساسه كده بتشرب قوي كده ليه؟ واضح انك في حاجه في الاكل وفي الدرينك نفسه. والله انا وكريم وندى واكلين من نفس الاكل وشاربين من نفس الشرب. واضح ان انت اللي بتحب تزودها قوي. طب بقول لك ايه، ما تخليكي في حالك. لا بجد خليكي في حالك بقى، خش نام. هتقرف. الو يا كيمو انت صاحي؟ لسه داخل البيت دلوقتي. انت كويس؟ لا لا تمام بس مخنوق شويه. انت قاعد لوحدك صح؟ يا عم. طيب انا هاجي لك اقعد معاك شويه. تعال مستنيك. يلا ماشي يا حبيبي. سلام. وحاجات كتير بقى شبه دي، كل شويه انتقاد وكل شويه اعتراض ومش عاجبها حاجه. تعرف ان انا ما بحبش حد يتكلم معايا ولا يفتح بقه معايا. يعني مثلا النهارده غسلتني، اقسم لك بالله غسلتني، عشان هي شايفه ان البلوفر موبر وقديم. طب بذمتك البلوفر ده وحش؟ هو دمه تقيل بصراحه. لا يا راجل. ايوه يا زياد انا فاكر البلوفر ده من قبل ما اطلع انا اصلا ابو ظبي. طب ايه المشكله؟ ما دام البلوفر شغال وكويس وشكله حلو، ايه المشكله لما البسه يعني؟ يا عم حتى لو قديم عادي. المشكله مش في كده كمان. طريقتها معايا يا كريم مش طريقة واحدة بتحب جوزها وخايفة عليه، على طول الكلمة بالكلمة والرد بالرد وبتعاند في أي حاجة. حتى النهاردة لما بطني وجعتني وحسيت إن أنا عايز أرجع، المفروض إن أنا ألاقي في عينيها نظرة واحدة خايفة على جوزها بتحبه. لأ لقيت في عينيها كده نظرة غريبة قرفانة مني وشمئزاز. ده إيه القرف اللي أنا عايش فيه ده؟ ما أنت المفروض برضو تكلمها في الحاجات دي، ما تخليش الحاجات دي تتراكم. بقول لك إيه؟ انا هروح اجيب حاجه انقنق فيها. ماشي وهتحاول نشربها كمان. ها ماشي. حد بعت لك حاجه؟ يا ندى دي ولا ايه؟ ندى. بقول لك هي اسمها تعرف ان انت هنا؟ لا تلاقيها اصلا ما تعرفش ان انا مش في البيت. فهمت ايه؟ لا اصل انت برضه يا زيزو بتعمل حاجات غريبه.
يعني بتنزل من البيت الساعة 3:30 الصبح ومراتك ما تعرفش انت فين؟ وانت بتحبها؟ بص يا كريم، انا قعدت 1.5 سنة اراقب مراتي من بعيد من غير ما تحس بأي حاجة. يعني كنت بشوف هي مثلا بتحب ايه، بتقرأ ايه، بتتكلم ازاي، بتتصرف ازاي، بتتكلم مع الناس بأني طريقة، لحد ما حسيت ان انا بحبها. وفي اليوم اللي حسيت فيه ان هي لما بتغيب عن الشركة بيبقى يوم اسود على دماغي، قلت خلاص انا لازم اخد خطوة. مكنتش خايف بقى ان حد يجي يتقدم لها في 1.5 سنة دول؟ لا كنت خايف طبعا، وخايف قوي كمان، بس كنت خايف اكتر ان انا اتجوزها وانا مش واثق ان انا بحبها. عشان كده اول ما حسيت ان انا بحبها خدت الخطوة على طول، وتقريبا خلصنا كل حاجة في شهر. تعرف اخوك بقى؟ اه طبعا. ايه اللي انا بعمله ده؟ انا ابتديت احس اني مش بحب جوزي. ايه رايكم اطلب الطلاق؟ من وقت ما اتجوزت حاولت احب جوزي، بس مش عارفة لحد دلوقتي مش عارفة. تفتكروا أطلب الطلاق؟ صباح الخير. صباح النور. انت كنت فين امبارح؟ نمت فين؟ مفيش، كنت متضايق شوية ورحت قعدت عند كريم، بعد كده نمت في الأوضة التانية. يعني لسه مخاصمة؟ لا أنا مش مخاصمك ولا حاجة، انت اللي متغيره معايا بقالي فتره، دي حاجه مضايقاني. انا مش متغيره ولا حاجه، وعلى العموم انا اسفه لو كنت ضايقتك في حاجه. لا يا حبيبتي انا اللي اسف، حقك عليا. انا هنزل بقى عشان هشتري حاجات للمكتب وهرجع على بالليل كده. انت قاعده صح؟ اه مش رايحه في حته. ماشي. زعليش ها؟ والله هو طيب وبحس انه بيحبني، بس انا مش حاساه. اعمل ايه؟ اقسم بالله لو ما جيت بزعل، والله العظيم هزعل منك. ما تهركش بقى يا ابني، انا رحت عبده باشا وجبت كوارع وعكاوي وليله مطينه بطين، اكيد مش هاكل الاكل ده لوحدي يعني. لا 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 لا، ما فيهاش. يلا مستنيك، والله العظيم مستنيك انا. يلا حبيبي يلا، باي باي. هيجي؟ اه جاي طبعا. بقول لك ايه، الاكل هيجي دلوقتي، خش بقى المطبخ وحط التاتش بتاعك، وانا هخش اخد دش بسرعه. انت مش بتقول جاي دلوقتي هتخش تاخد دش؟ دش في السريع كده، لو جه وانا جوه دخلي لي منك. ازيك يا كريم؟ كويس. امال زياد فين؟ بياخد دش. اتفضل. اقسم بالله حاولت ما اجيش. 10 دقايق وهيجي لك. تشرب حاجه؟ لا تمام. اتفضل.
وحط امك كريم خد لا 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 ابو سيد مش قادر والله ما قادر عزيزو عزيزو لا 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 معلم كل طيب ماشي عشان تبطل زن بس ايه رايك بعد ما ناكل نلعب بلاي ستيشن لا انا مش قادر النهارده طب بلاش بلاي ستيشن كلم نادى شوفها فين اخر مره قالت لي انها بتعرف تلعب ترنيب تعال نلعب بوله كده لا يا عم ترنيب ايه لازم اروح عندنا بكره شغل بدري ولا ايه بص انا شايفه ان احنا لسه بدري فعلا كلمها خليها تيجي نفسي قوي العب كوتشينه كسر كلام مديرك بقى انا اقدر قول يلا ماشي انت بتحبي كريم اه طبعا بحبه قوي غريبه مع انكم ما تعرفوش بعض من زمان كريم انا حبيته بسرعه مش عارفه ازاي بس اصل هو راجل قوي وتقيل دمه خفيف جدا يعني امور وابن ناس عارفه انا لقيت في حاجات ما لقيتهاش قبل كده اصل بيني وبينك انا ياما اتقرصت وانت بقى حاسه انه بيحبك طبعا بيحبني ده بيكلمني في اليوم ولا 20 مره لا ده كده بقى بيعشقك مش بيحبك بس الحمد لله بس برضو يعني انا اتحب يعني اه طبعا انت حلوه زي القمر يلا بينا انزل يا اسطى انزل ها ناخدها دي بس حبيبي بس 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 لا بس. كل عيش غلابه قوي ها تقال عليهم احنا قوي اه قوي ما هو بصراحة واضح ان انتوا بتلعبوا كتير قوي مع بعض وحافظين بعض يعني الموضوع دي حجتك دي حجتك طب انا اقول لك على حاجة نعمل حاجة فير انت تلعب مع اسمت وانا العب مع ندى ماشي تمام اسمت الحق اه صح اسمت الحق ولا ايه اسمت تعالي بقى اقول لك على شوية حاجات كده نتفق عليها لا ما تبصيش غير النظام بتاعنا هغير ما تتذكيش ها يلا بينا يلا طيب يا اسمك بصي بقى لو لقيتيني بخبط على اخر كارت يبقى انا عايزك تقطعي ماشي لو لقيتيني بعمل كده يبقى انا معايا لونج في الارض ركزي معايا مركزه اهو ايه واحنا مش هنتفق على حاجه بصي لما ابصلك يعني جامد قوي كده يبقى معايا هارت اوكي ولما هلعب شعري كده مثلا يبقى نزلي القطوع اوكي ماشي اتفقنا اتفقنا خلاص يلا طب يلا 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 انا عايزين نقطعهم هيحصل هتشوفوا حاجه تانية خالص جامدين انتوا بقى ها هنشوف لا 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 بلاش اللون ده معانا راح تتعب قوي ويانا ولا احنا عشان بنحبك تشتري بيبي 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 نمتي ولا ايه معلش يا سيد تعبنا قوي لا حبيبي معلش ايه في كوارع وعكاوي واتاكلت ولازم يطلعوا لحد النهارده يلا يلا ما بهزرش تعبانه سيبني انام يلا تصبح على خير ايه ده ونجتنا في يوم تنادينا بس بقى يا زياد بقى عايزه افهم بقى ايه موضوع زينب ده بالظبط هو ايه هو اللي موضوع زينب بص يا كريم انا عارفه ان احنا اتفقنا ان احنا نقفل الموضوع ده خالص وكل اللي حسينا بيه ننساه
مش كده؟ اه. طيب زياد طبعا مش فاهم حاجه وطول الوقت يضغط عليك انك تيجي، وانا بصراحه دي حاجه انا مش عايزاها. طب انا هعمل ايه طيب؟ ما انت عارفه زياد وزنه. وبعدين ثانيه واحده، ايه علاقه ده وموضوع زينب؟ لا موضوع زينب بقى حاجه تانية خالص، اللي طول الوقت شايفاك قمر وعماله تدلع فيك قدامي. لا وندى اللي انت طلعت فجاه بتحبها وبتكلمها في اليوم 20 مره. منين جبتي الكلام ده؟ هي قالت لي كده. هي قالت لك كده؟ ايوه هي قالت لي كده. ليه مش هي اللي جايبه لك الورد؟ اه هي. طب لما انت بتحبها عملت معايا كده ليه؟ ليه خلتني احس بحاجات انت اصلا مش حاسس بيها؟ والله العظيم كل اللي هي قالته ده كذب. انا مشكلتي معاها ان انا مش حاسس بيها خالص، بنفض لها معظم الوقت، بس هي اكيد مش عايزه تحسسك بده. انا اصلا مش فاهمه ايه اللي يخليك تعجب باتنين اصلا مش شكل بعض خالص، يعني هي شكل وانا شكل تاني خالص، ولا انت اصلا ما كنتش معجب بيا؟ لا اسمع، انا مش معجب بيكي. يا اسمع انا بحبك، بحبك يا اسمع. انا كمان بحبك. ايه مالكم؟ اتخضيتوا ليه كده؟ شفتوا عفريته ولا ايه؟ ايه المفاجأة دي؟ ده ايه اللي جابك هنا؟ مفيش، كنت عندي ميتنج النهارده في شركة اسمها الوادي، بعتوا لي اللوكيشن النهارده الصبح، ببص لقيت الشركة قدام الشركة، قلت أعدي أقعد معاكم شوية. طب لي شاي يا ابني. دي ايه شركة الوادي دي؟ شركة كده بتاعت طباعة. طيب، أسيبكم بقى تقعدوا مع بعض، هروح عشان عندي شغل كتير قوي في المكتب. زي ما اتفقنا بقى يا كريم، يبقى عدي عليا وأنت ماشي. ماشي يا عم. اه تمام. اتفقتوا على ايه؟ على ايه في ايه؟ مش هي بتقول لك يا ابني زي ما اتفقنا؟ تلعبوا على مين يعني؟ استنى بس هتولعها عشان نسيبها في العربية. اه ده كلاينت كده بس كنت عرضت عليه برزنتيشن كده هنقابله النهاردة. ايه بتضحك على ايه؟ انت عارف ان انا لحد دلوقتي مش متخيل ان انت بتشتغل في مصر ومستقر فيها، ولا كنت اتخيل ده اصلا. بجد يا كريم انت وجودك جنبي هنا فارق معايا جدا في حياتي. اشمعنى؟ مفيش، الناس بقت وحشه قوي يا كريم. انا ما بقتش عارف اتعامل مع حد ولا افهم حد. ما بقتش تعرف تميز ما بين ولاد الناس ومش ولاد الناس، كلهم بقوا شبه بعض. وانا الايام دي مش عارف اثق في اي حد خالص. عشان كده وجودك جنبي حقيقي مفرحني جدا يا دي. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ هو في حد علم عليك ولا ايه؟ عيب عليك اخوك اسد. انا بس اللي بيزعلني النوايا. هما بينوا يغدروا بس ما بيلحقوش ينفذوا. بس انت برضه المفروض تفترض حسن النيه. وبرضه ما تخليش حد يضحك عليك. أنا بقى بقيت سيء النية، بتعامل مع الناس كلها بسوء نية إلى أن يثبت العكس. كده آمن. الواحد الأيام دي ما بقاش عارف الضربة جاية له منين. فلازم يأمن نفسه. عشان كده بقول لك إن أنت وجودك جنبي الفترة دي خليني مطمن يعني، حوالي حد عارف أثق فيه وأتكلم معاه براحتي. طب احكي لي عملت إيه مع شركة الوادي؟ تمام؟ زفت، أسعارهم زي الزفت. لو عايز حاجة هي أحسن شركة تعتبر بوليبرت في السوق وأحسن أسعار. فين يا ابني الشاي اللي أنت طلبتهولي؟ اه صح نسيت. خلاص خلاص اشربه معايا اسمك، هروح اقعد معاه شويه وامشي، عندي شويه مشاوير كده. بقول لك ايه، لو فاضي بالليل عدى عليا نقعد مع بعض شويه. قشطه جدا هعمل كده. انت كويس؟ اه انا كويس. مبسوط اني شفتك حبيبي، نورت الشركه. ايه يا حبيبتي؟ مشغولة؟ لا 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 عادي. ايه هتعمل ايه؟ مفيش، اشوف ورايا ايه. بقولك ايه يا كريم، ماله؟ ماله؟ مفيش يعني، حاسه مش على بعضه كده ومخطوف. هو انت مضايقاه في حاجة؟ لا ابدا، وانا هضايقه ليه؟ معرفش، انا حاسس دايما ان انت بتعامليه معاملة مش حلوة او مش حباه، وكريم كرامته عنده بالدنيا كلها. لا وانا هكرهه ليه؟ يمكن اكون مش مرتاحة له بس شوية، بس مفيش حاجة خالص. لا والله مع الوقت هترتاحي له وهتحس ان هو حد محترم جدا. انا همشي بقى، كلميني وانت مروحة. باي.
الو، ايه اللي حصل ده؟ مش عارف، بس انا كنت حاسه عمال بيلقح كلام. مش عارف، بس انا مش عايز اكبر الموضوع. هو وجوده اصلا كان غريب. لا، والاغرب التوقيت اللي دخل فيه. انا حاسه ان دي اشاره عشان نبعد عن بعض. لا بس احنا لازم نهدى، لان احنا متوترين قوي. لازم نتكلم. بصي نصايه كده وعدي عليكي. اوكي. لا لا لا، احنا عندنا ميتنج الساعه 3، لما نبقى نخلصه نبقى نقعد مع بعض نتكلم. اوكي. انت هتروحي ازاي؟ انا هروح بعربيه الشركه، وانت بقى تعالى بعربيتك كده احسن. اوكي ماشي. لو ازاي يعني؟ مش فاهم. معرفش، انا مش حاسه انه غلط. بس انا حاسس انه غلط. 3 كوبايات سكر على صينيه بسبوسه كتير جدا. لما تدوقيها كده نفسك تجزع يا ماما. خلاص يا زياد، حط اللي انت عايزه. بتسالني ليه؟ انا هحط 2 الا ربع. ماشي. يا جماعة، أنا صاحبة البوست اللي قلت فيه قبل كده أنا مش حاسة جوز. ومعظمكم قالوا لي أطلب الطلاق. أحب أزود حياتي. في حد كمان دخل حياتي وبصراحة حبيته. حبيته من أول نظرة ومن أول ابتسامة. أعمل إيه؟ إيه يا معلم، عامل إيه؟ إيه الأخبار؟ لا ده أنا من الصبح بقى والله واقف في المطبخ بعمل بصينية بسبوسة. بس بقول لك إيه؟ عسل من بتاعة جدي وجدك. طب بقول لك إيه، ساعة كده وعدي عليا لسع لك حتتين. أنا عاملها باللوز على فكرة. ماشي يا حبيبي، استناك. يلا باي، مع السلامة. مع السلامة. يلا بالسلامة. يا عم علينا كلنا شبه بعض يا باشا. معلش اسفين. يا معلش يا حبيبي، الف سلام عليك. يلا يا زينجو. عدي. انهج انا. يا ابني في ايه؟ وقفت ليه يا ابني؟ بريح شوية يا باشا. في ايه؟ طب اجي خلص يا بيه، ودينا هناك اخر الشارع يمين. يلا. ماشي. يلا يا زينجو. حلوة الشقة. كسرها كسرها. جميلة. دوس عليها وكسرها. يا كيمو، صباح الفل. إيه انت فين كده؟ بقول لك ايه، انا جبت شاشه ال اي دي. لا انت مش فاهم، بتقول بابا وماما خيال. اه والله العظيم، لا ولا دفعت فيها ولا مليم. تخليص حق كده من عيل تبت. اه طب بقول لك ايه، النهارده بالليل عندي بقى هنتفرج على فيلم رعب الجديد ده اللي هو اسمه كونجورينج. لا لا جامد جامد. مش فاهم، مش هتنام يلا فاهم؟ يلا اسبوع يلا، مش هتنام والله. ماشي استناك. ها يلا بقى، سلام. ايه ده، دغدغتها ولا لسه؟
احساسي بالذنب هيقتلني. انا عارفه ان جوزي ما عملش اي حاجه وحشه في حقي، بالعكس. ساعات ببقى نفسي يزعقلي او يغلط فيا، يمكن ضميري يهدى واقول يستاهل، لكن ده ما بيحصلش. كل مشكلتي اني ما بحبوش، بس مش بكرهه خالص. بس هو مش حبيبي. حبيبي ايه ده؟ ايه اللي صحاك؟ انت ايه اللي مصهرك ومعادك لوحدك كده؟ لا ابدا، ما جاليش نوم وانت نمت على روحك، فقمت اتفرج على التلفزيون شويه، ودلوقتي كنت ببص على ميلات ما بصيتش عليها طول اليوم. اوكي حبيبتي. طب في حاجه كنت عايز اتكلم معاكي فيها، يا حاجه مضايقاني. ايه؟ انا حاسس ان احنا بنبعد عن بعض. لا مش اننا بنبعد عن بعض، انت بتبعدي عني، وكل يوم بحس ان انت بتبعدي عني اكتر من اليوم اللي قبله. انا معرفش ايه السبب، بس لو انا مضايقك في حاجه وانا مقصر معاكي في حاجه، انت ممكن تقولي لي، تقولي لي انت غلطان في كذا او كذا او كذا، وانا اصلح من نفسي. لا ابدا مفيش اي حاجه، دي بس ضغوط الشغل وورايا مليون حاجه، بس فعلا مفيش اي حاجه. انا لو في حاجه طبعا هقول. ماشي يا حبيبتي، يا رب يكون هو ده السبب، وما تكونيش مخبيه حاجه عليا. لا مفيش حاجه، مفيش حاجه خالص. الو حكيم، عامل ايه الاخبار؟ بقول لك ايه، شفتش اسمت؟ لا انا نزلت من المكتب، هي كانت بتلم حاجتها تقريبا، بس ما تقلقش اكيد موبايلها فصل شحنه او مفيش سيجنال. ماشي يا معلم، تمام، هجرب انا تاني معاها. باي يا حبيبي. اوكي. هو انت قافله تليفونك؟ ايوه، مش عايزاه يكلمني وانا معاك، عايز اقول الكلمتين اللي في نفسي وامشي. طب قولي يا اسم. بص يا كريم، انا وحياة مامي عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن في حياتي ان انا اخون جوزي ولا احب واحد تاني عليه، بس ده اللي حصل، واللي انا متاكده منه دلوقتي ان علاقة فيكم لازم تنتهي. انا مش قادره اخون زياد اكتر من كده ولا دقيقه واحده، مش قادره. انت ليه بتقولي كلمه خيانه يا اسمت؟ احنا لسه ما عملناش اي حاجه تتمسك علينا. انا فاهمه كويس قوي ان انت مش عايز تحس انك بتخون صاحبك، بس احنا مش هنضحك على بعض. قعدتنا مع بعض دي خيانه، حبنا لبعض دي خيانه، مكالماتنا من ورا دي خيانه. انا بغير عليك وانت بتغير عليا. انا ما ينفعش ابقى مع اتنين في نفس الوقت، واحد بحبه والتاني لا، بس التاني ده جوزي. لازم العلاقه دي تنتهي. انا لازم اطلب الطلاق من زياد. ايوه يا مستر محمود. لا اديله واقف والله، دلع من مديرين الديبارتمنتس عندي، قسم الماركتنج والفاينانس بيعندوا في بعض، بس انا حاسس كده ان الموضوع مش شغل، الموضوع عندي شخصي. بس على مين؟ على بابا. انا قعدتهم يرغوا براحتهم، وعملت الحركه القديمه وسجلت لهم كل حاجه، وهو ده اسمع دلوقتي. تلميذك يا باشا. اوكي هبلغك بكل حاجه. يلا تصبح على خير، باي باي. اسمع بقى. اسمت. ايوه. كنت فين؟ قلقت عليكي. ليه قلقت عليا؟ هو ايه اللي حصل؟ حصل ازاي؟ بكلمك موبايلك مقفول، كلمتك في الشركه قالوا لي انك نزلتي.
كنت نازل ادور عليك على فكره. ليه كل ده؟ انا بس موبايلي قطع وانا في اوبر وبس يعني، وانا عيله صغيره. اتخضيت عليك قوي. بصي انا قررت اجيب لك عربيه بسواق ما دام انت مش حابه تسوقي. ليه زياد كل ده؟ وانا اتخطفت؟ مين ده اللي يقدر يخطف؟ لان اقرب منك اذبحه. طب اقعد، عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. لا ده انا اللي عندي مفاجاه ليكي. مفاجاه ايه؟ فاكره شهر العسل بتاعنا؟ مش انا وديتك ايطاليا وانت كنت متضايقه وعايزه تروحي امستردام صح؟ ايوه صح. عشان عيد ميلادك الشهر الجاي انا حجزت لك اسبوع في امستردام. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. ايه رايك في المفاجاه دي؟ حلوه قوي. مش حاسك مبسوطه زي ما كنت متوقع؟ لا ازاي، طبعا مبسوطه جدا. انا بس عايزه اقول لك ان مش انت اولى بالفلوس دي عشان شركتك؟ معلش يا حبيبتي انا مصمم اعمل كده. انا جايب اوفر كويس. يلا قولي لي بقى انت كنت عاوزاني في ايه؟ بتوع الكريدت كارد هريني تليفونات من الصبح وجعوا لي دماغي. شوفهم مالهم دول عايزين ايه. عملتي ايه؟ انا مش فاهمه هي ليه متاكده قوي كده ان احنا مع بعض. بس مش مهم، زينب دي اخر همي. انا اللي يهمني دلوقتي وضعين انا وانت. طب ممكن نحل مشكله الشغل الاول وبعد كده الشغل؟ خلاص مشكلته اتحلت والبلان هتتعمل زي ما احنا عايزين بالظبط. انا امبارح يا كريم قلت لك اتطلق وانت قلت لي صعب، وانك مش عايز زياد يحس ان احنا كنا بنحب بعض وانا معاه، مش كده؟ ايوه يا اسمت، انا مش عايزه يتصدم فيا يعني، انا كفايه صدمتي انا في نفسي. هو انت ليه دايما عايز تحسسني ان انت اللي ضميرك صحي وانا اللي بخون جوز؟ انا برضو مش عايزه ابقى معاك وانا متجوزاه. اسمت انا عارف ان انت بتتعذبي زيي وما كانش اكتر، بس هنعمل ايه؟ ايه الحل؟ قولي لي. انا لقيت الحل، انا هتطلق من زياد، وانا وانت ما نتجوزش الا قبل سنه. وفي السنة دي انت قلل علاقتك بيه خالص، واكيد هتبقى ارحم شوية من ان احنا نتجوز بعد شهرين تلاتة. بس انت عارفة ده معناه ان انا اخسر زياد لما يلاقيني بتجوز طليقته. ما انا قلتلك ان انت هتكون قللت اصلا علاقتك بيه. هو انت لازم تختار يا انا يا زياد، زي ما انا بختارك كده بالظبط. ولا انت مش عايز تضحي خالص؟ ولا انت بتتسلى؟ ولا ايه نظامك؟ بتسلى ايه بس يا اسمت؟ يا اسمت انا ما بنامش بسبب اللي بيحصل ده. انا بحبك بس فعلا مش قادر اتحمل فكره ان انا اذي زياد بالشكل ده. اللي هيحصل ده هيدمره. والله انا قلت لك الحل اللي انا لقيته، ولو ده برضه مش مناسب بالنسبه لك يبقى انا اللي لازم اراجع نفسي. اسمك حاولي تفهمي، انا متوتر، انا متوتر بسبب اللي بيحصل، لان اصلا زينب بتشك فينا. اصلا وجودك هنا ده موترني. والله احنا شغلنا عادي ان احنا نبقى قاعدين مع بعض. انا مش فاهمه انت خايف كده ليه. انا مش خايف، بس فريدي زينب راحت قالت لصادق مثلا، وانت عارفه صادق علاقته بزياد، ساعتها انا مش قادره اتخيل ايه اللي ممكن يحصل. مين ده؟ زياد. ردي ردي. الو. ايوه يا اسمت، انت فين؟ انا في الشركه يا زياد. في ايه؟ وكريم فين؟ كريم برضو اكيد في الشركه. طب تقول لي الساعة 5:30 في البيت عشان عايز أقول. ليه؟ في إيه؟ إيه اللي حصل؟ لما تيجي وتعرف. مع السلامة. إيه اللي بيحصل؟ مش عارفة، مش فاهمة حاجة. ربنا يستر. ماشي تمام. أخلص قعدة مهمة كده وأرجع أكلمك. شكرا قوي، مع السلامة. النهاردة عرفت خبر كان صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي، صدمة تهز أي راجل، صدمة عمري. يبقى صعب انك تثق في حد ولا حد ده يغزلك. شريك احمد حسين قرر انه ينسحب من المشروع، وده معناه ان انا هوقف كل حاجه. ايه زياد؟ تخدنا الخضه دي معقوله يعني؟ ايه المشكله بقى في اللي انت بتقوله ده؟ يعني الموضوع ما يستاهلش كل التوتر اللي عملته لنا ده. انت بتقولي ايه؟
الشركه دي حلم حياتي والمشروع ده انا شغال عليه من سنه وصارف عليه فلوس قد كده، ده غير كمان ان انا اتفقت على شغل كتير جدا لناس مهمه المفروض ان انا انفذه. كل ده راح عشان البي فجاه حاسس ان هو مش حابب المشروع. وتقولي لي ايه المشكله؟ ما تتكلم يا عم كريم. ايه طبعا، ايه اللي انت بتقوليه ده يا اسمت؟ دي مشكله كبيره طبعا، بس انا عايزك كده تهدى، يعني كل مشكله وليها حل. انا دلوقتي ما فيش قدامي غير حل واحد، انا جبتكم عشان اخد رايكم. ما طبعا، ايه هو الحل؟ قول. انا هكلم صادق واخليه يعيني معاكم في الشركه باي طريقه، وبكده ممكن اخد اغلب الديلز اللي انا اتفقت عليها، وبكده مصداقيتي ما تقعش عند الناس، والا بقى انا هكون وقعت وقعه كبيره قوي مش هعرف اقوم منها. بس انت لازم تلاقي حل مع اللي اسمه احمد ده، او تجيب حد تاني غيره. اما انا جبت احمد بالعافيه، الموضوع مش بالسهوله دي. بس انا شايفه ان الشركه ما فيهاش مكان فاضي لحد بخبرتك والسي في بتاعتك. انا عارف، انا هكلم صادق وصادق بيحبني وهيبقى عايز يقف جنبي. الو. اهلا يا اسمك. انا لوحدي، زياد نزور على الجيم. اسكت على الرعب اللي انا عشته، انا افتكرت عارف كل حاجه. بصراحه انا كنت متوتر قوي، انا عمري ما عشت حاجه كده في حياتي. عشان كده لازم ناخد قرار بسرعه، لا انا ولا انت هنستحمل وضع زي ده، وكمان حرام نفضل شايفين زياد قدامنا مخدوع فينا. هو طيب وما يستحقش مننا كده، ده غير كمان لو جه الشركه حتى قعدتنا مع بعض في المكتب مش هنعرف نقعد. احنا لازم ناخد قرار حاسم. ها قلت ايه؟ انا هطلب الطلاق ونشوف ساعتها هنعرف نتجوز امتى او بعد قد ايه. ايه رايك؟ مش عارف يا اسمك، مش عارف، يعني انا مش قادر افكر. يعني مش عارف؟ امال هتعرف امتى؟ بص يا كريم، انا كده كده هطلب الطلاق، انا ما اقدرش استحمل اني اعيش مع راجل وانا غلطت وحبيت عليه. وانت شوف انت عايز تعمل ايه. انا اصلا كفايه الرعب اللي انا عشته النهارده، انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. وانت خد القرار اللي انت عايزه. باي باي. ايه يا اسمت؟ قاعدة هنا لوحدك وسايباني جوه؟ مفيش حاجة، أنا بس مش قادرة أقعد في السرير. بس أنا كنت متخيل إن في ظرف زي اللي أنا فيه هتكوني قاعدة جنبي مش هتسيبيني وتقعدي لوحدك. هو أنت ما تعرفيش إن أنا مودي وحش الأيام دي ولا إيه؟ وليه ما يكونش أنا كمان مودي وحش وزي الزفت ومش قادرة أدادي حد؟ وأنت ما بتفكرش غير في مشاكلك وبس. تدادي حد؟ أنا حد يا اسمت؟ وبعدين إيه مشاكلك؟ آه طبعًا، ما أنت مش شايف غير روحك، كل تركيزك في الجيم والأكل والشغل. وبعد كده ممكن نقضي وقت ظريف مع كريم بالليل ساعة، وبعد كده نكمل جوه. لكن انت فكرت بقى انا عايزة ايه؟ انا بحلم بايه؟ انا بحب ايه؟ لا طبعا. انت مقتنعة باللي انت بتقوليه ده؟ انت فعلا شايفين الراجل ده يا اسمت؟ والله انا قلت اللي جوايا، كون ان انت مش شايف ده او عامل نفسك مش شايفه، ده موضوع يخصك انت. وطبعا انت هتشوف نفسك احسن راجل في العالم وهايل، واي ست تتمناك ويا بخت مراتك بيك، مش كده؟ قلت لك من الاول بلاش احمد حسين، سيرته وحشه وصوته مسمع. عارف اكتر حاجه مضايقاني ايه؟ الوقت والمجهود اللي ضاعوا منك، اي حاجه تانية تتعوض. بس امرني انا عايز اشتغل في الشركه صادق عشان ما افقدش مصداقيتي عند الناس. يا ابن الحلال، اقول لك على سر؟ قول. انا اخر الشهر ده ماشي هترقى، همسك الشركه الام، يعني همسك الشرق الاوسط كله. اوكي، وانا كلمتي مسموعه، هجيبك مكاني يعني. مبروك يا حبيبي بجد، والله مبروك وفرحان لك جدا. بس هو انت ما قلتلك ليه؟ والله ما عارف. لا بجد مبروك، تستاهل يا حبيبي والله حبيبي. بس اكيد برضو انت كان في حد في دماغك هتحطه مكانك يعني. يعني احنا كان في دماغنا اتنين، كريم واسمت مراتك، وكنا مايلين شويه لكريم. لا 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 خالص، انسى الكلام اللي قلته خالص، مستحيل هاجي مكان كريم، انسى مستحيل. يا حبيبي ما انت لو ما جيتش مكان كريم هتروح مع مراتك وهتبقى مراتي مدير عام، ينفع؟ اه ينفع، ينفع ونص كمان. معلم انا لما جيت قلت لك على ان انا اشتغل معاك مش جاي انط على فرصه حد، ما بالك بقى الحد ده يبقى اخويا صاحب عمري الكريم، فانا عمري ما هعمل كده مستحيل، انسى. بص انت مشكورا تترقى وربنا يبارك لك في الترقيه، كريم يجي مكانك انا اركب مكان كريم، كده انا مرضي. تخلصني منها بقى. مش هينفع اقطع معاها كده، افهمني. صباح الخير زيزو. عامل ايه؟ ازيك؟ انتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ لا ابدا، بحكي لها بس على ندى المجنونه، مطلعه عيني.
واضح ان الستات كلها عصبيه اليومين دول. بصوا بقى، انا كنت جايه اقول كلمتين وهمشي. انت خلص موضوعك من ندى واعمل كل اللي انت عايزه، بس ما تخليش ده ياثر لي على الشغل. استني هنا، انت لسه زعلانه؟ لا مش زعلانه خلاص. انت كنت عند صادق ولا ايه؟ اه، وقريب قوي تسمع اخبار حلوه. خير، خليها بوقتها. لا لازم نتقابل النهارده. لا مش هستنى انا للصبح، ما انت شايف زياد كل شويه يجي لنا الشركه. انا اصلا مش عارفه اتكلم معاك كلمتين في المكتب. ايوه هو هنا يا سيدي. انا حره، انا عارفه انا بعمل ايه كويس. طيب انا ماشي، انا شو هشوفك. طيب خارجه ولا ايه؟ ايوه خارجه. رايحه فين؟ خارجه معانا شو، رايحه السينما. افتكرتك امتى نشوى؟ يعني ايه افتكرتني امتى؟ هتنساني ليه يعني؟ هي خلاص عشان مشغوله شويه في حياتها يعني خلاص هتقطعني؟ وايه اللي انا قلته خليكي متعصبه كده؟ انت متعصبه ليه الايام دي؟ انا مش متعصبه، انت اللي فاكر ان كل الناس متوتره زيك. جايز. طب مش هتساليني صديقي انا عاوزني فيها؟ انت قلت انها مفاجاه. ايوه بس انا ما قلتش ان المفاجاه تبع الشغل. بس انا مش غبيه وتوقعت. وبعدين انت لحد ما جيت الشركه ما كانش في اي مفاجآت، وبعد ما جيت بقى في مفاجاه. هو انت ليه بتتعمد تيجي من غير ما تقول لي؟ لا مش بتعمد ولا حاجه والله. كل الموضوع ان انا كنت عامل حسابي ان انا هكلمه وبعد كده اخد منه ميعاد وبعد كده اروح له. بعد كده قعدت مع نفسي فقلت ايه الاوفر ده؟ هو كده كده صاحبي هيسابني في اي وقت، فقررت اروح بس. طب انا يا دوب اخش البس. برضه مش هتساليني هو كان عايزني فيه؟ يا زياد ما تقول لو عايز تقول، وانا هطلع منك الكلام بالعافيه. لا مش مهم خلاص. لا انا شايف ان كريم انسب، شخصيته لطيفه عنده خبره ودايما عنده رؤيه مختلفه. اه تصدق ان انا ما سمعتش التسجيل ده؟ ما هو لما الموضوع اتحل خلاص قلت اسمعه ليه يعني. طيب تمام يا فندم، اوكي بكره ابعت لك الديك. يلا تصبح على خير، باي باي. يلا كده كفاية. طب نسمع نشوف ايه الموضوع. سمعنا يا سيدي. مؤامرة ان اسمك ما جاتش مش كده؟ بالنسبة لي يا رب يكون خبر حلو. يا غالي عامل ايه؟ لا مفيش، كنت بتمرن بس. في حاجة ولا ايه؟ لا يا معلم، أنا عايزك بس تجيلي الشركة ضروري. أنت لسه في الشركة؟ آه تخيل. طب يا رب يكون في أخبار حلوة. صاحبي تعالى لي بس. تعالى لي عشان خاطري. ماشي. خلص وأجيلك على طول، سفت السكة. سلام. يا رب يا رب. في إيه؟ أنا في موقف زي الزفت، ما كنتش أتمنى أكون فيه أبدا. مستر محمود ما وافقش إن أنا أرجع الشركة صح؟ لا خالص، الموضوع مش كده. أمال في إيه طيب؟ من كام يوم كان عندي مشكلة هنا في الشركة ما بين قسم الماركتينج والفاينانس. قلت اعمل الموضوع القديم
قعدتهم هنا وخليتهم يرغوا وسجلت لهم. تمام، وبعدين؟ ولا قبلين؟ أنا مش عارف أقول لك ولا أسمعك ولا أعمل إيه بالظبط. فيها صادة ما تتكلم. كريم صاحبك طلع الشمال، واسمة مراتك لازم تطلقها. انت بتقول ايه يا صادق؟ عشان خاطر اهدى، عشان خاطر اهدى. اهدى يا يوسف، ايه تقصد ايه الكلام ده؟ هسمعك كل حاجه. ها يا اسم، انا اسف على القرار اللي انا خدته، بس عشان خاطري لازم تقدري موقفي. انا والله العظيم بحبك، والله العظيم لولا ان كان زياد موجود عمري ما كنت سبتك. الو الو، هو انت سمعتي ايه؟ سمعت كل حاجة، سمعت اللي انت ما كنتش عايزني اسمعه. يعني انا كنت صح يا كريم، انا ما طلعتش مجنونة. ايوه انا ده حبيتها، حبيتها غصب عني. بس خلاص انا نسيت كل حاجة زي ما سمحتي. انا من بكره هلم حاجتي واطلع ابو ظبي، انا ماليش قعاد في البلد دي. بعد ايه؟ بعد ما تسليت بيا يا كريم، تسليت بمرات صاحبك. انت زباله، زباله قوي. ابن صادق عملوا كده ليه؟ ليه اسمك دي ملاك؟ وكريم ده صاحب عمري. طب هم عملوا معايا كده ليه؟ انا ما عملتش فيهم حاجه وحشه. ها؟ ليه عملوا معايا كده؟ يعني هم كانوا مستغفليني. ها؟ ايه ده عشان خاطري؟ لا كانوا مستغفليني. مش هسكت. زياد! ان شاء الله.
هوصل على بعد الظهر كده. لا لا لوحدي. هقول لك لما يجي يا ماما. احكي لك كل حاجه. ما تقلقيش انا كويسه. طب اديني نص ساعه اكلمك. يلا باي باي. زياد انا ماشيه. ما تستغربش انا مسافره بكره لاهلي. لو سمحت اتطلق. مش عايزه منك اي حاجه. انا عايزك تطلقني عشان عشان ايه؟ عشان ايه؟ ما انت ما لقيتيش غير اقرب واحد ليا اسمك. زياد لازم تعرف ان انا ما خنتكش. انا مفيش حد قرب لي. انا اتجوزتك وانا فاهمه ان انا هقدر احبك وفعلا حاولت وما قدرتش وغصب عني حبيته. بس انا مش عايز اطلق منك عشان كده. اوعى تفتكر ان انا هروح اتجوزه لا انا مش عايزه اي حد في حياتي. وانت حبيتي وما حبيتنيش صح؟ انت ليه ما حبيتنيش؟ وانا ناقصني حاجه؟ لا لا لا. ها؟ طب انا قصرت معاكي في حاجه؟ لا. كنت وحش معاكي؟ لا. طب ليه؟ رد عليا. انا قصرت معاكي في حاجه؟ زيد انت راجل محترم طيب. العيب فيا انا. انا اسفة. سامحني. بجد انت اسفة؟ متشكرة اوي. انت عارفة انت عملت فيا ايه؟ انت تبعتيني في الموقف ده. انا كان المفروض ان انا اروح اترمي في حضن كريم صاحبي اللي انت كنتيني معاه. طب انا دلوقتي اروح لمين؟ انا عايز اعرف اروح لمين دلوقتي. ردي عليا. اروح لمين؟ متخافيش. انت فاكرة ان انا عامل ديل عليكي؟ لا انا مش هعمل فيك حاجة. انا فعلا مش شايفك يا اسمك. انت طالب. يلا كان لازم ادخل الجروب ده مرة أخيرة عشان تعرفوا قصتنا انتهت ازاي. يمكن حد فيكم ياخد منها درس. أوعظه. أنا دمرت حياتي. ضيعت كل حاجة. كان لازم أهرب من كل الناس ومن كل حاجة بعد ما كنت سبب في قهر جوزي. بعد ما صدمته صدمة كبيرة هو ما تحملهاش. زياد ما يستاهلوش. ما يستاهلوش يا صاحبي والله.
بجد يا كريم انت وجودك جنبي هنا فارق معايا جدا في حياتي. الواحد الايام دي ما بقاش عارف الضربه جايه له منين، فلازم يعمل نفسه. عشان كده بقول لك ان انت وجودك جنبي الفتره دي خليني مطمن، يعني حوالي حد عارف اثق فيه اتكلم معاه براحتي. بتصلي يا ابني ولا ايه؟ انت خطيف كده يعني، بس ان شاء الله هظبط. يا ابني الصلاه دي اهم حاجه.